تمام التاسعة ليلا بتوقيت العاصمة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. أرحب بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، وأرحب بضيفي لهذه الليلة الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى للإسلام العراقي. أهلا ومرحبا بك. حياك الله. مرحبا وسهلا. عاش مشافك. شكرا. يعني تغيب كثيرا عن الإعلام أو غائب أصلا عن الإعلام، يعني ما عندك مقل المقابلات. الإعلام المشاهد وليس كل إعلام. المشاهد إحنا ليهم نسأل المشاهد إحنا. زين تقريبا صار لك 5 سنوات أنت ما طالع مقابلة ومقل جدا بالمقابلات، شنو اللي خلى اليوم شيخ همام حمودي يوافق يظهر بمقابلة خاصة؟ أولا شكرا على هذه الفرصة مع قناتكم المحترمة، وبالحقيقة الناس فرضوا علينا أنه لابد أن تكون في خدمتهم. جيل جديد متطلع، حالة استقرار، الكلام عندما يلقى يسمع ويدبر ويفهم. تعدنا عن حالة الهيجان أو الحالة الانفعالية، والكلام كان هناك جزء من الضجيج الموجود في تلك الفترة. فبالتالي شفنا أنه واجبنا أن نكون قريبين من الناس وأن نخدم هؤلاء الناس اللي هي حريصين على هذا البلد، ووجدتهم متابعين فاهمين عارفين، يختلفون تماما عن الفترة الماضية اللي كانت أكثرها حالة من اللوم عتب انفعال. الآن تجده قد أكثر خبرة منك فيما يجري. الألوان عنده واضحة أصبحت، بالميزات كل طرف شنو، بالطريقة حديث كل طرف شنو، فما تتعب عندما تتحدث وياهم. وشفت أن الناس يعني قلوبها مفتوحة، وتقيم التاريخ، تقيم الصدقية، تقيم الإنجاز اللي صار لهذا الطرف أو ذاك. فأصبحت واجب علي أن أكون في خدمة الناس. تمام. انتخابيا نبدأ انتخابات، هي بالنتيجة الانتخابات باقي لها تقريبا أكثر من أسبوعين بشوية. شنو الجديد اللي ممكن تقدموه للناس؟ نعم. شنو الجديد عن كل الشعارات التي وعدوا بها؟ أحسنت. شنو الجديد بالنتيجة؟ أحيانا هناك أرى تشوف الموقف كله سوداوي، أحيانا تشوف أكو أرى تنطي من السوداوية الشيء الكثير والإيجابية الشيء القليل، وأكو أحيانا الناس تبالغ بموضوعة الإيجابية بالوضع العراقي تحديدا. أنه جنابك تعرف ما يهم الناس هي الخدمة، ما يهمها رئيس وزراء أسمراني أبيضاني حليوة مرتب أنيق من الحزب الحاكم، من هاي عبرتها الناس. يعني الناس ستريد موضوع خدمة، مجالس المحافظات هي مجالس الخدمة. شنو الجديد اللي راح تجيبوه للناس في مجالس محافظات كانت سمعتها الصراحة غير مشجعة؟ ما نجيب بغير مصطلحات، غير مشجعة تماماً. تمام. والناس قبت عليها في وقتها وتم تجميدها، وأصل المفروض ترجع دستورياً، مادة موجودة بالدستور لازم أكون مجالس محافظات. شنو الجديد؟ شيخنا؟ أحسنتم. الجديد باعتبار الأجواء أصبحت جديدة، جيل ما بعد جيل الحرية اللي أنا أسميه، جيل التحدي، مشاكل كثيرة صارت خلال 20 سنة، من احتلال إلى طائفية إلى داعش إلى لكن أكو حرية كانت موجودة، تظاهرات موجودة، وسائل إعلام حديث. جيل جديد له منطق جديد، له رؤية جديدة، جيل المظلومية وأنه والتمييز الطائفي بذاك الخطاب أدى دوره وانتهى بعد. الآن نبد أن نأتي للناس من همومهم نتحدث لهم. فأول شيء في ما هو الجديد، الجديد بالرؤية. الرؤية تقول أن الشعب بعد تجربة 20 سنة ومسألة الأحزاب والصراع على المناصب والمحاصصة، والحزب هو الهدف وليس الوطن أو العراق
صارت نظرة غير مشجعة للأحزاب ثم لأدائها ثم لمشروعها. لكن لا يمكن أن تنجح دون أن يكون هناك شعب مساند، خاصة في الديمقراطية، في الأنظمة اللي تعتمد على رأي الشعب. فلا بد للشعب أن يكون دور. الجديد هو نقول هذا هو قدركم بأيديكم أيها الناس، وبالتالي عليكم أن تشاركوا جميعا. أنا ما أخاطب الحزبين المجلسيين وأقول له تعال انتخب، أنا أخاطب ناس، أخاطب جماهير، أخاطب الجيل الجديد اللي عمره من 18 إلى 30 سنة، هذا اللي هو 60% من الشعب الأكثر من هذا الجيل، أن هذا قدرك، تعال هذه فرصة إليك، مو شرط تدخل بحزب، مو شرط تشيل هوية معينة، أنت ما دام محب للعراق، ما دام حريص، ما دام شجاع تريد تخدم، ما دام روح الشباب عندك تفضل، لا أريد منك تعهد كما ولا توقيع ولا ولا ولا، سوى أنه لا تقول أني مو بعد، تفضل هاي فرصة مفتوحة إليك، لا تقول أنه الحزبيين هم كلها ما أخذيها بياناتهم، هاي إليك، ابشر يا عراق مو حزبية ولا حريص على أن تكون الفائز حزب، قلت له أنا معكم كلكم أولادي وفي خدمتكم، كلكم سواسي، حزبي غير حزبي، متدين غير متدين، مسلم غير مسلم، موضوعنا عراق وليس موضوعنا بناء عقائد معين أو بناء حزب معين، أنا أريد أخدم، هي أشرح خدمة. وبالتالي كما أوصانا السيد السيستاني، من هو جيد نزيه كفو توكلوا على الله، خلي يكون مساهم في أي موقع من المواقع دون ملاحظات الأخرى. فأيها الشعب العراقي يا شبابنا، هذا أبشر بخدمتك، لا أشترط عليك نوع معين ولون معين، توكل على الله. أنا أكو جانبين سمحت الشيخ، النقطة الأولى، نقطة ثانية بعدين. أكو جانبين سمحت الشيخ. الجانب الأول راح أسألك شنو الضمانة إذا أنا جيت كمواطن أجي أنتخب هسه أبشر نبني قيم أي كتلة حزبية اليوم مرشحة تريد عنوانها أنه خدمة الناس في مجالس المحافظات، ما هي ضمانتي كمواطن؟ هذا بالشق الأول. ضمانتي شنو كمواطن؟ ضمانتي أني أنه أنت فعلا إذا أنتخب فلان أروح لفلان جهة أنه خلص بعد أني أطمئن، وهذا مجلس المحافظة بأعضاء راح يكونون نموذج آخر عن حتى مجلس النواب وحركة مجلس النواب والمجالس السابقة. الشق الثاني في كلامك أنت أيضا هسه رميت الكرة أيضا يم المواطن. نعم. زي المواطن يقول لك أنا ما 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 ما, ما, ما أخذت شيء منك خلال 20 سنة، هم ترجع لي تقول لي تعال انتخبني ونفس الحالة همينة ما راح يتحقق شيء. الضمانة شنو؟ أحسنت. لا القصد مو إنه أبشر، نعم. يعني دحكي بشكل عام، نحكي على الانتخابات بشكل عام أبشر، بعدين نجي على أبشر. تمام. لا ما يبين إن أبشر منهجه يختلف عن ذاك، وخاصة هاي الانتخابات وخاصة هاي التحالفات الكبيرة ما تحتاج جماهير على تعبيرهم رمادية أو جماهير شو نسميها مقاطعة كانت أو غير حزبية، غير حزبية كافي أحزابهم يلد. فبالتالي يخاطبون أحزابهم، تفضلوا، وهي تحالف كبير بعشر أحزاب فما يحتاج بعد جماهير عامة. أنا أبشر ما لست حزبيا، فأتحدث مع الجماهير العامة. مش تابع الحزب مجلس الأعلى؟ لا ما تابع الحزب، تابع لل، هي ليست تابع، لذلك قد الفائزين يجوز بهم لا واحد حزبي لو ماكو حزب، كلهم هيجون ناس مستقلين أو لهم رؤية، لكن عندنا اتفاق. وهذا اتفاق ليس اتفاق مكتوب وتوقيع وما أدري شنو، لا اتفاق أخلاقي، يعني أني أثق بك، هاي أول نقطة، أني أثق بك وأعطيك هاي المساعدات والدعم، نسوي هنا احتفال، نسوي هنا احتفال دون أي بديل. لما تثبت في روح الثقة، هل يعلمونا بعلم النفس، هو حيتعامل معك بثقة عادة إذا كان صاحب ضمير. هاي واحد. اثنين، أنا قلت للناس أنتوا انتخبوا من يمثلكم ومن هو مثلكم وحاسبوه، وكل شهر يكون عنده جلسة معك وشيخ العشيرة كبير المنطقة يجيبه ويشرح لكم شنو صار شنو أد. هاي الوسائل الأخرى. ثالثا، أنه نقاشات مجالس المحافظات خلي يسمعها الناس حتى يعرف ممثلي شلون يتناقشون. تقتنع بأن الناس
ممكن تتعامل بإيجابية مع مرشح ينزل بمنطقته وأني أسوي كذا وأني مشروعي كذا واستراتيجياتي هيجي بالعمل راح تكون ناس راح أنا المهم عندي الناس هسه وأنا تجارب كثيرة انتخابية وصلت الدرجة إنه قام يقولون خلص انتخابات نيابية إيش كبر إيش عرضها 20-22% شاركوا فقط والباقيين قاعدة بالبيوت لأن ما عندها ثقة بالعملية السياسية هسه أنا والنوب هسه خدمات الناس هاي شلون يعني أريد الثقة هذا المرشح من يجي شنو ضمانته للناس؟ ضمانته للناس هو عشيرته سمعته ابن فلان تالي يصير هذا في تاريخه مثلا منافق كذاب لعبي على التسميات الشعبية المعروفة على واحد ما يلتزم وأكثر جايينهم من أبناء يعني أبناء منطقة أبناء عشيرة صاحب سمعة صاحب فهو مصلحته يدخل في مشروع حتى يشتي إلى نفسه وإلى عشيرته هذا واحد ثاني احنا مراقبين متابعين له حاثين له ناصحين اما انطيك صك ما اقدر انطيك صك عن باي واحد ماكو ضمان طبعا ضمان بحيث اقول لك نعم سوف يكون بس ابشر ستكون انا ضامن لابشر اما لكل فرد فيها فالضمان من عندي ومن الناس اثنيناتنا نحاول نخلي صاحبنا او من ينجح في ان يكون في مجلس المحافظه ان يكون اهم شيء ان يكون صادق لا نريد وعود كاذبة ولا نريد بهرجة إعلامية أن تكون صادقا ميزتنا كمجلس أعلى واحد من الصراحة والناس لما كنا نلتقيهم يشيرون إلها تاريخ وصدق والشيء آخر وهذا ما أريد هو أن نأكد عليه موضوع النزاهة إحنا هذه مبانينا الثلاث إحنا من نجي مو جاي نجدد لما لا أول ما لا تالي إحنا عدنا أول ونجحنا في الأول والأول في إسقاط في دستور بناء دولة لكن نعتقد أنه صار نوع من ما أقول انحراف إرادة تصحيح المهم المشروع إرادة تصحيح اثنين إرادة أن ننزل للناس كافي أن نقعد بناتنا في غرف وحزب العظيم وحزبني العظيم وحزب ذاك العظيم بناتنا نتفق والناس صايرة في وادي آخر واكتشفناها في تشرين شفنا الناس في وادي والآخرين في وادي وبالتالي علينا أن ننزل وأن هنا أوجه دعوة لكل المتصدين السياسيين أن ينزلون بعد المحافظات للناس الفقراء مو زيارة شكلية وهجي وحديثة وخطاب لا لا انزل إلى بيوتهم مشكلتهم ستجد غير ناس حقيقة غير ناس ناس مؤدبين حريصين فاهمين يعرف المشكلة شنو يعرف حلولها وين ويدري هنا على القصة تقدر تحلها هذا مو انتباه متأخر سمعت الشيخ على كل أحسن ما كنت بقى يعني بالنتيجة 20 سنة هواي يعني مو تقول سنة وسنتين وأني ذكرت بعدين صحيح مو باعتبار أنت ما خلوك تتوجه إلى شعبك أنت من مصيبة إلى مصيبة ما خلصنا هاي فالحمد لله سنة استقرينا وصار وجود أخونا السوداني وجود الموقف العام لكل القوى السياسية حتى أخونا السيد مقتدى الله يطول عمره ويحفظه همنا خلها فرصة للاستقرار كل واحد خليه يطلع بضاعته خليه يؤدي واجبه بها والحمد لله خلال سنة اللي ما صار بها شيء كبير راجع الناس ما عندها ترى مطالب كثيرة بس تريدك شوفك تشتغل هذا تقعد تشتغل إذا أنت زين يعني شافت الفترة الماضية وعود دون عمل الآن لما يشوف عمل تبدأ تشعر إنه إيه فعلا هذا ابننا قاعد يخدمنا هسه يشتغل عدل باكر بيه نتيجة ونتيجة المهم قاعد يشوفوه بالشارع نانها من وصية ثانية أيها المسؤولون في الوزارات المختلفة أعزائي خلوا يوم تطلع من مكتبك المحترم هذا المرتب تنزل للناس المشروع اللي أنت بالصناعة أو الزراعة يروح للزراعة أو بالشهداء يزور عوائله خلي يشوفوكم ترى الناس تحب اللي يخدم وأنت لما تصير بياناتهم حيحبوك أنا هذا اللي شفته حقيقة في هاي الزيارات الثلاثة الأربعة للمحافظات شفت استقبال طيب ناس صادقة محبة تقدر اللي يشتغل هذا تنطي نصيحة قمنا يعني نتعلم منهم اصلا اخاف التنظيمات مرتبه لك لقاءات هيك حلوه مرتبه اللي زرناهم هي دواوين لمشايخ عشائر ابدا ما بيها حزبيه ورحنا الى نقابه فلاحين مكان عام مالتهم ورحنا الى مصنع لا نعرفه لا شيء موجود وشفنا ورحنا الى بيوت شهداء من مختلف الالوان صح واحد من عندهم كان شهيد من المجلس بس الاخر من غير فصيل اصلا فاحنا كنا متقصدين ان نشوف الواقع هم اللي باعتبار احنا من كنا اطفال نحلم ان نسوي في شيء جميل هذا الشعب وتقلنا سجن من اجل شعب وتهجرنا من اجل شعب تالي شعب ما يرضى عنك صعب هنا
السؤال يطرح نفسه، لماذا لم تدخلوا باسم المجلس الأعلى؟ ليش صحيح. أبشر؟ أحسنت. أنا بدأت في بداية حديثي أنه الجيل الجديد اللي احنا ما التفتنا إليه، لأنه التفتنا إلى تحديات أمنية وسياسية واقتصادية وعسكرية. هذا الجيل الجديد ما قام يعرف الأسماء القديمة بالصراحة. مجلس الأعلى عائلة كاملة تذهب إلى السجن والإعدام من أجل شعبه، شخصية كبيرة مثل الشهيد المحراب مستعد أن يأتي ويروح، هاي مسامع بها مشايفها مو قريب من عندها. وبالتالي أكو شيء جديد وأكو عناوين جديدة وهموم جديدة. فلما تقول له مجلس أعلى كان حيحشونا بذاك الموضوع، التمييز الطائفي والمعادلة الظالمة، يعني حديث قديم كأنه. لما تجي له بعنوان جديد وبخطاب جديد وبمشروع جديد يتناسب ما بعد 20 سنة، إذا أكو شيء جديد بالموضوع. بس بالنتيجة هو باقي شيخ هما. نعم أنا مثل... أصيل باقي مجلس أعلى ولا نترك المجلس الأعلى، لكن خطابي وهمومي الآن تختلف عن الهموم والخطاب السابق. أنا أبدل هويتي، أنا أعتز بهويتي، لكن ما أفرض هويتي الخاصة على من يعمل معي في لتحقيق هذا الهدف. حسنا في إسقاط صدام تعلمنا من المدرسة أنه تحدد الهدف وتجمع الناس نحو الهدف، فمن يشترك معك بالهدف حياه الله. فانفتحنا حتى على الشيوعيين كان عندهم هدف واضح، إسقاط صدام معنا مختلف الألوان، واستقبلناهم اتفقنا وياهم سوينا تحالف. الآن هدفنا مو أبني حزب كما موجود، ولا أقوي نفسي حتى أحصل وزارة، ولا هذا مو هدفنا. المعروف عن مجلس الأعلى أم الولد ينطي مكان الآخر. هدفنا الآن عراق مقتدر، أبي أحس شهاي عراق مقتدر وحياة كريمة العراقيين. هذا هدفنا الآن، وثقافة أصيلة عراقية، 3 نقاط. والحمد لله مستزور، هم يحكوا لي على أولادهم، أولادنا راحوا تموا بأولادنا، موضوع المخدرات موضوع الفساد تعالوا نتعاون، يعني ناس عارفة شنو تريد وحريصة، فيجب أن نكون قريبين منهم ونخدمهم بهذا الاتجاه. زين، ليش صار أكو هذا التغيير بالمنهجية بأنه أبحث عن مستقلين أدخلهم في تحالف؟ أحسن خو أجيب أنا مثلا من تنظيمات المجلس الأعلى، خو قطعا خو بيها ناس أكيد أكو ناس سلبيين بيهم، أكو ناس ملائكة، بس أكيد بيها مجموعة جبنا يعني قلنا من يعني مجاميع وأنزل باسم المجلس الأعلى. بس ليش هذا التحول؟ يعني حتى أغلب الأحزاب الإسلامية الشيعية بدأت تستقطب مستقلين، يعني شنو الحكمة؟ يعني مستقل وأجيب أنا يرشح وياي وأنا أدعمه، وتلقى أصلا هو مدني ما له علاقة مسلمي. نعم يعني مشروع كبير، مو مشروع حزب، مو مشروع أريد أسوي عملية محددة لو يسوي الاحتفالية لي. أريد أبني بلد، والبلد مو مالتي فقط، مال الكل. وهذا البلد ما يعتمد فقط على الحزبيين، نحن مو حزب الواحد والعظيم، وهذا نظامنا نظام برلماني شعبي. فبالتالي من له رغبة وقدرة وهمة في هذا الاتجاه أقول لا والله بس اللي الحزبي، ليش أنا بس لك الحزبي؟ خب إحنا مساهم. كان فرصة سابقا ما ينطون إلا يوقع إلا يحول إلا يبدل، إحنا قلنا عمل لا توقيع ولا فلاش، يتفضل ساهل من أجل أن نكون قريبين منهم ويكونون قريبين منا، والفرص مفتوحة للجميع. زين، هاي شوية بها فكرية السالفة. هل هذا اعتراف من الأحزاب الإسلامية بشكل غير مباشر أنه تجربة المستقلين والمدنيين بدأت تفرض نفسها على توجهات الأحزاب الإسلامية اللي تتكلم بسقف محدود، محرمات كثيرة، ماكو حد يدخل، كأنه جسد خلص محصن ما له علاقة بالأطراف الأخرى؟ قبل كان غير شكل، حكيت في البداية سمعتك قلت احنا جينا وكذا وموضوع إسلامي وقافل على القضية، والجو صار مشحون طائفي بشكل كبير في تلك الفترات. هسه هذا اعتراف من الأحزاب الإسلامية بأن أنا أستقطب مستقلين ومدنيين وسافرات ومدري إيش، تجارب هواية تصير هسه حاليا. لا، أنا النقطة الأهم يعني الحقيقية في هذا الموضوع هو أن الواقع، إحنا الحكم مبني على الواقع، فالواقع إذا تبدأ، إذا كان واقع حزبي وشرطك أن تكون حزبيا وعندك فصيل مسلح وفلان وفلان يجعل هذا الواقع. أما يصير واقع الآن بعد أن انهينا الاحتلال بشكل من الأشكال وانهينا المشاكل الأمنية والعسكرية، الآن تحولنا إلى مسألة بناء. هذا البناء ما يقدر فصيل يسويه، وأي حتى مو فصيل، حكومة تقدر تسوي حكي بناء، هاي الحكومة حتى تكون نزيهة
إذا ما تستفيد وتتعاون وتدخل بعمق الشعب هم تنجح. كل التجارب العالمية اللي نجحت الشعب كان وراها، مو حكومة، من كوريا لقصتهم في موضوع إلى مالي، كل شعب وياها. إحنا الآن في شنو هدفنا؟ ما هي مهام هذه المرحلة؟ أولوياتنا شنو؟ خلصنا، هاي صار 20 سنة، خلصنا داعش، خلصنا الصراع الطائفي، الاحتلال طلعنا، شنو الآن هدفنا؟ كل واحد يقوي حزبه وبعدين والبلد خرب. اللي صار هيك أحسنت. فهدفنا شنو؟ هدفنا أيها الناس، هدفنا أن العراق يكون عراق نفتخر به. اثنين، ما عندنا فقر ويقدي ويروح هيئة شو اسمها هيئة الرعاية الاجتماعية، يد العليا أفضل من يد السفلى، مو تقول نوزع نستجدي نستعطي، لا، لازم نخليهم يشتغلون. إذن هدفنا الكبير كما كنا نحلم به في شهيد الصدر وغيره، في عدالة الإسلام، في تنمية الإسلام، في أن الإنسان منتج يجب أن يكون والمال للإنتاج، هذه مسائل مهمة يجب أن الآن نعيشها نحولها إلى واقع. يعني بناء دولة، بناء دولة ما يسوي حزب، بناء دولة يسوي شعب. يعني وأنا ضربت مثال، يعني بنتيجة الجو العام وهذا التطور اللي تشوفه بالرغبات الناس، لا واقع يعني سؤال، حتى الناس ما يرغبون. السؤال هنا واضح بين أنه إذا صار التوجه الشعبي نحو الشخصيات والأحزاب اللي ممكن تكون مدنية. أعمق من هاي النظرية، أعمق من مسألة مصلحة. لا مو هذا، أنا طرحتها في ذكرى ثورة 20، قلت المطلوب الآن أن نسوي مؤتمر شعبي عام في بداية السنة، نحدد الأولويات وهذه الأولويات الكل يشتغل بها، مو والله الحزب الفلاني حكومة الحزب الفلاني ولا رئيس وزراء فقط، وإنما العشائر، النخب، النساء يشتركون بها، وبالتالي تصبح هي الموجه. كل سنة نعيد تقييم هذه الأولويات وبالتالي الكل يشارك العمل، يعني نحول من حكومة أحزاب إلى حكومة شعبية. وأنا ضربت أمثلة أنه الشعب عندما خلى إيده ويا الحكومة ويا الدولة صنع المعجزات، أولها قصة 40، ثانيها قصة خليجي 25، غير القصة كلها، سواء أن الشعب فتح بابه واستقبلهم نطى هويته، فالعالم خبص صدق العراق هالشكل. إذن الشعب لمن يدخل حشد الشعبي قصة أخرى أيضا لدخول شعب مع دولة، وهكذا كثير من القضايا لمن الشعب يكون مقتنع بيكم ساهم تصنع المعجزة. إحنا ننتظر أن تصنع هذا العراق المقتدر أمام هذه المشاكل الكثيرة بيد الشعب بخدمة الحكومة. السؤال هنا، نعم. هذه المنظومة التي يعترف أغلبها أنهم هسه ما نقول انحرفوا مثل ما قلت، صار يكون حراف، إرادة تجديد، إرادة تصحيح، صحوة تصحيح للمؤمنين بما تتحدث به جنابك في دواخلهم كأحزاب كزعامات، بالنتيجة أنه المشاركة في الانتخابات والحصول على مكاسب انتخابية أخوهم نعرف الدنيا مو وردية. صحيح. جتي 5-6.5+1 اتفقوا ويا مجموعة، صارك محافظ، صار رئيس مجلس محافظة، وراها هذا العنصر الفرد اللي أنت هسه تهيئ حتى يصير عضو مجلس محافظة، بالنتيجة رأس المجلس الأعلى، هسه نجي على المجلس الأعلى، رأس المجلس الأعلى ما عنده مصالح داخل هذا المجلس، داخل المحافظة الفلانية، كذا المشروع الكذائي، هذني هنا كمثال داجي بعد المجلس، يعني المجلس جوز أقل يعني أقل الناس بهالسالفة هاي. إذا ما أقول يعني الناس غير الناس، وإذا كان يمشي سابقا عليهم شعارات وفنان ترى ما تمشي بعد. وقلت بداية حديث كل واحد لما يحشي يعرفوا جي قاعد يحشي، هذا اللي شفته من خلال مزورة الناس بالدواوين هسه بالحجة مات بالصراحة مات، عم يعرفون كل شيء، مثل ما احنا نحشي هنا بالمغلقة بالدواوين عرفوا شنو قاعد نحشي وشلون نحشي وش قاعد يصير، بركات الإعلام، بركات غيرها. فإذا ناوية مجالس المحافظات على الطريقة السابقة ما أظن ستبقى، هذا الشعب ما يتحمل بعد 80 عام، هذا أخذ المشروع وذاك وقفوا بوجهه وهذا راد هالقد نسبة حصل على نية بعد، بس المحافظة ببعضها قاعد يرتبها وشي شوية وساكتين، لكن مجالس المحافظات وإن شاء الله إن شاء الله ابشر بالعراق جماعة، هذا ولا اللي يجوا بهذا النفس سيكونون شفافين واضحين، عمي ترى نطلعوا مثل السابق، جوز نستقيل جوز نسوي، أنا أقول لهم للي أشوفه. شنو توقعاتك لأبشر؟ يجب أن نتغير، بس يجب أوكي بس أنت توقع ويجب أن تتغير أكيد حاسبين حسابك، هذا يجب مو أقصد أنا يجب الأجواء العامة لن تسمح بالعودة إلى الماضي،
أجواء العامة، الرجال اللي شفناهم، الناس اللي شفناهم، والروح الموجودة عندهم ما تسمح بعد ملاعب، تريد شغل. والأخ رئيس وزراء الحمد لله نطفت مصداقية، قال لها باقي المسؤولين وزرائنا محافظين مجالس محافظات، شوفك واحد قاعد يشتغل ليل ونهار وشي، تعلموا مو فشي يعني صعب. رئيس وزراء بنفسه قاعد يروح ويجي بالليل وبالنهار، خل باقينهم يتعلمون هذا الشيء. تمام، نروح الفاصل ونرجع نكمل. مشاهد الكرام، فاصل ونكمل. هذه عودة مشاهدي الكرام وتكملة لقائنا لهذا اليوم مع سمحت الشيخ همام محمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. سمحت الشيخ، انتهينا بأبشر، لكن هناك سؤال يعني تسمع دائما في فترات الانتخابات، ليش تذكرون الناس في أيام الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية؟ تذكرون أكو مكون، تذكرون أكو مظلومية، تذكرون الناس تحتاج خدمة، وهذا بعد 40 يوم أو شهر للترويج الانتخابي يصير أكو شغل مضاعف على الناس، تحديدا من قيادات الأحزاب، الزعامات السياسية، وتشوفه نازل للشارع ونازل للناس ومندمج. هسه جنابك قلت لي يعني شفت الناس، نزلت للناس كذا للناس، ورب سائل الناس اللي يقول ليش هسه نزلت للناس، يعني ليش ما نزلت قبل 7 أشهر مثلا؟ أولا أكو شيء طبيعي لكل نظام، لكل وسيلة. هذا اللي تقوله موجود في كل أنحاء العالم، بل أكو هناك يسموه اقتصاد الانتخابات. وقت الانتخابات الحكومة مجبورة تسوي مشاريع، تظهر شيء حتى يدعموها، هذه طبيعية يعني. باعتبار وشنو الانتخابات؟ الانتخابات هو فرصة لعرض كل واحد رؤى وإنجازاته وقدرته، هو معنى الانتخابات هذه. ماشي، نحن جاي نعرض فيها. ثالثا، أنا ما تركت في تلك الفترة، أنا رفعت الشعار المنتج الوطني وتحركت، شفت يمكن 20-30 مصنع في لما كنت نائب رئيس المجلس، ودافعت عن المنتج الوطني وبقوة، تابعت المسؤولين المتخاذلين في هذا، رتبنا قانون دعم المنتج الوطني وتحركنا في ضمنه. واليوم احنا مستمرين على ذاك المنهج، ما سوينا شيء يعني مخالف. رفعنا شعار البيت المنتج، دعونا النساء ان كل واحد يبرز شنو عندهن من قدرة، وسوينا لهم مؤتمر وندوة، وطرحنا فكرة انه هذا البيت خلي يكون ايضا فيه شيء من العمل، لن نشتغل بالتواف. هذا مشروع من اول موجود، لكن قلت لك بعد أن استقر البلد بدأت الناس تسمع من بداية حديث بدأت تسمع، فإنها فرصة للحركة، فإن الحركة بدأت من بعد أن صار استقرار وبدأ يسمعون. النقطة المهمة أنه في الزيارات تجد مشاكل قد لا تسمعها، يعني قد تسمعها بالإذن، لكن لما تزور المنطقة وتشوف عمقها تصبح أمام تحدي حقيقي. وأضرب المثال على قصة في الحلة، وهي جميلة غريبة عجيبة، وهو أنهم مسوين جدول الحلة، يأخذ من شط الحلة قناة طولها 38 كيلومتر حتى هاي الأراضي الموجودة كلها تستوي عنده، وهي سلة غذائية محترمة لكل الخضروات الموجودة، وتبرعت الحكومة أن تبطن هذا الجدول، بطنته غلط، بدال ما يصير قريب المصاب حتى يجي به الماء سوته أعلى، فالماء بعد ما يوصل 8 كيلومترات بنتها سوته، والآن ما يستعد به الماء. شو يسوون؟ يجيبون مضخات، المضخات تنتظر كهرباء، تنتظر طاقة، والكهرباء يجي، فصار مشروع معرقل، قاعدنا يابسة. راحوا لوزارة الري أو الموارد المائية، هاي المشكلة، يقول هذا بس أفتح الملف لازم ذاك ينذب بالسجن، شلون يبنيها على ما خطأ سوى؟ زي حس إحنا هذول الفلاحين خطيش مشكلتهم شلون نعالجها؟ صاروا شجعان فلشوا ذبوهم سجن، هذا شيء ما يكون. شلون يسوى؟ أنا شجعتهم ودي فلشون، بس قالوا هيك ذبونا بالسجن. قلت لهم بدنا نحكي المسائل، فأكويش قصة. نفس الوقت اتصلنا بوزير الموارد المائية، أبا هذه مشكلة، قال نعم ولازم نحلها وشي. حس أنا جاب بالي بس إحنا عندنا هاي مشكلة، وكل مشاكل كثير من هالمشاكل شلون تنحل؟
نبيع عقد وبارتباطات. مستشفى جبايش بالجبايش والحمد لله في أعماق المنطقة 85 مليون كاملة بس إجراءات الأخيرة قدام اتصلنا بوزير الصحة وهي هاي قريب تكتمل دزلنا شوف إنه شنو ناقص حتى تكمل لأنه مدير الصحة هناك ما قاعد يتفاعل وياهم ولا يدزلنا وكيل الوزارة وكيل الوزارة بس يفتر بالمركز يوصل الجبايش عافرة ما انحلت المشكلة. فأكيش قضايا لما نصير قريب وشوف الناس قطية هذا عند ولاد يعني أهله ولادة وذاك تعال وديها ما أدري كم كيلو ويقولون ماتوا ترى هاي عندنا بالطريق بسبب إجراءات بسيطة لكم. هذا لما يجي المسؤول بنفسه ويشوف العلة ويحاسب. نقطة ثانية رادة علاج مثل هاي المشكلة اللي حكيت بجدول كثير مشاكل. احنا الحمد لله عندنا منظمة النخب والكفاءات اللي عمرها تقريبا 16 سنة واللي بها كل والآن مستشارين يوم رئيس الوزراء وبعض وكلاء نجي نطرح هاي المشاكل يمهم اللي يقدر بالدورة يحلها أو اللي يقدر يعطينا حلول في مثل هذه المواضيع. في موضوع الجدول مثلا طرحناها قالوا يمكن هاي 8 كيلومترات نقدر نسوي لنا قناة أخرى بعيدة عنها ونترك. فبالتالي إرادنا حركة قريبة من الناس لأنه المشاكل الموجودة بها مشكلة قانونية. يعني هيج دور مجالس المحافظات مهم يعني حتى يكون موجود يعني قيل عنها بأنها حلقة زائدة. هسا أنا زائدة أو ما زائدة برأيي شخصي لها مو مهم بالنسبة للناس إذا أقوله، لكن أنا أحكي دستوريا قانونيا لازم تكون هذه المؤسسة موجودة في كل محافظة ما نقدر نخالف الدستور. بس بالوقت نفسه من يتجمد عملها ما صار شيء، يعني ما تغير شيء بالواقع. المحافظ بده هو يشتغل بكيفه ويروح ويتابع ومدري ايش ويعتبره مين الا المحافظي. لا لا اسخو اللي يشتغل خو حيلا خليه يسوي دعايه لنفسه من انا 20 سنه بس يشتغل كون يشتغل بس ما يشتغل ويسوي دعايه فاشله له وسالفه طشت سوالف فيسبوك لا لا. يعني في محافظتين زرناها المحافظ يركز على المكان يمشي به رئيس الوزراء مثلا وغيره شوي تطلع زايد. سأضرب لك مثال لا انا اتكلم انه لكن لما تيجي مجلس المحافظه من كل الاقضيه والنواحي بعد ذاك الوقت كل الاقضيه والنواحي تتطور مو الطريق اللي هم هذا السؤال هم راح يرجعنا لقضيه الضمانه. ضمانه شعب واعي وفاهم شعب شجاع. قلت لهم سيد السيستاني اول ما شفناه قال علموا الناس كيف يطالبوا بحقوقهم. الحقوق تأخذ ولا تعطى. نبه للمسؤول راقبة تابعة لا تمجد زايد ولا السب زايد وإنما تعامل يا بموضوع الشكرة إذا أنجز وانتقده ولح عليه إذا بطأ. هذا طريقة العالم في كل العمل. لا أقدر أعوف الناس ولا أقدر أقول أنه المسؤول خلي عليه كاميرا وين ما يروح وين يجي هم تالي من حيشوف الكاميرا وشنو. وجود الناس مهم في العملية البناء هذا مهم زائدا الخبره. الحمد لله احنا اللي جبناهم وركزنا عليهم ان يكونوا شباب. ليه الشباب؟ كما يشير القران الشاب شجاع ما عنده تجارب بها اذيه ما يدري شنو معنى السجن مثل ما كنا احنا شباب دخلنا في شغلات لو هسه تقول لي بها جوز ما ادخل لها لانه شنو؟ قليل اندفاع. اثنين طموح ينظر للبعيد وثالثا يبتكر مثل إبراهيم يبتكر طريقة سلام الله عليه وفتية شلون راحوا للكهف يبتكرون. إحنا شبابنا اللي خليناه يعني دعيناهم أن يكون في مجالس المحافظات أكثر من نصف شباب قائمتنا في الديوانية شباب 35 فما دون. فمثل وجود هالشباب بعد ما حيكون قاعد ويهتم بالرسميات والقعدات وأنه حيكون موجود بين الناس. وإحنا قلنا لهم أربع صفات أن يكون ميداني يفتر أن يكون صاحب خبرة يعرف شلون مو بس يجي يعني يحكي مأساة وإنما شنو حلول ينطي بها. وثالثا أن يكون شجاع في مواجهة الأخطاء والنزاهة. هذه متواصل مع أهله مع ناسه مساد بابه وتليفونه وصار هو بعد مسؤول وكو حاجب عليه وإنما أن يكون مفتوحة. هاي شروطنا على كل مرشح أن يكون معنا من أجل أن يخدم الناس في ضمن شاب وضمن هاي الشروط الأربعة الميدانية والنزاهة وأن يكون متواصل مع شعبه وأن يكون صاحب خبرة. نزلتوا منفردين بالانتخابات هاي؟ نزلنا منفردين عند طرح يختلف عن الآخرين. شنو الاختلاف؟ هذا شو أنت بس حمينا كل عن نفسنا نحن قد يجيب أسماء ونحن ما قلنا نحن لا بس اللي تفضلت بين جنابك هو بالنتيجة دولة القانون هم تقول إحنا
هم نريد نختار ناس زينين تتواصل العالم نبنيهم تسولف هاي القضية أبو قيم المدني أبو قيم المدني نفس الحال يقول أنا عندي توجه آخر لخدمة الناس والتواصل بالقانون ومدري إيش فهنا الكل راح يصير نفس يعني بالنتيجة إذا خليها في بودقة واحدة يعني ممكن طلع مشتركات هواي به طبعا لأن الناس تريد وكل إحنا نريد نرضي الناس بس يعني الناس أن تعرف الصادق من صاحب الشعر تعرف اللي عنده إنجاز من ذاك اللي يكثر الكلام بعد مسؤولية الناس لما تشوف أكو بضاعة الآن مرغوبة الكل يسوي مثل هذا العطر مثلا أو مثل هاي الأكلة بس بالتالي الناس مو مجازفة بالنسبة لكم دخولكم منفردين والله اللي شفناه من محبة واحترام وتأييد وتفاعل يقول مع الأسف منزلنا منفردين سابقا مع الأسف منزلنا منفردين سابقا مرتين زلنا مع الآخرين يعني حصلنا اثنين أو ثلاثة فمن أول نازين منفردين اللي كان موضوعنا غير موضوع دعوات المقاطعة للانتخابات من حقه أي واحد أن يدعو يقول هاي فاشلة من حق كل واحد عنده وجهة أنا أقول له لكن هل منع الآخر من أن يشترك هاي شوية صعب هاي وجهة نظري أنها مثلا زائدة فلان فاشلة قنع الناس وأنا قنع لا مهمة وجيب وجوه جديدة ومشروع جديد أما أمنع بالقوة أو أهدد هذا مو أسلوب ويجب أن نتجاوز هذا الأسلوب يعني هذا موضوع المنع بالقوة يعني لا زال يعني محل أنه شك ممكن يحدث أو لا يحدث إن شاء الله ما يحدث إن شاء الله وينبغي أن ما يحدث بالنتيجة أنه دعوات المقاطعة اللي هي فقط المقاطعة ما تعتقد راح تأثر على نفسية الناخب ما تتوقع أنه راح تأثر على تدني نسب المشاركة صحيح وبالطريقة مين أسألك هل ستكون نسبة المشاركة أفضل من نسبة مشاركة الناس في انتخابات المجالس النيابية أم لا؟ نعم يعني اللي دعا إلى المقاطعة واللي أنا أفهمها الشكل أنه يريد يقول أن هذا الموجودين على في الحكم اللي هم كلهم اختلاف إدارة الدولة جابوا لهم أقل من 20% وبالتالي ما يمثلون هذول الشعب 80% أو أكثر مو معهم هذا هو الهدف بس ان شاء الله هذا يسوي من يعني يكون من خلال الحديث وليس من خلال الفرض لان تسجل نقطه عليه اذا صارت بالفرض وبالقوه او بالحرق او باي شيء اما بالنسبه لنا فهذه جدا مفيده في انه تخلينا نتحرك كلتنا اللي نؤمن باهميه مجالس المحافظات بالتجديد في عملها بتصحيح عملها شجعنا ان نبرز اكثر أن نقنع الناس اكثر وبالتالي الناس هم الحكم زين تاثر نعم تاثر قطعا تاثر لكن هل حتوصلنا بدرجه يعني ضعيفة أعتقد حالة الاستقرار الموجود الإنجاز اللي قاعد يصير بسبب حركة رئيس الوزراء ومشاريع الفنان الناس عتها رؤية إيجابية يعني مقاطعة التيار الصدري بجمهوره الكبير هذا ما راح تأثر على النسبة تأثر بس أكو مقابلها حالة إيجابية اللي هي الاستقرار وأكو شيء على الأرض هذا موجود وهذا موجود أنا أعتقد يعني في بعض المناطق تأثر بعض المناطق لن تأثر زين هل تعتقد بأن الإجراء الانتخابات يوم 18 كانون الأول قائمة أم لا؟ هنا بالاتفاق قائمة الكل داخل الانتخابات وجو الانتخابات ومرشحين وأصرف فلوس وميزانيات بس قد يعني تعرف أنت قبلها كانت أكو حديث أنه لا بعدهم لا أكو جهات داخل الإطار هي ما عاجبها انه تكمل هي داخله بس كيف انه يتاجل الانتخابات لحظوظها لاشيائها لتفاصيلها بس جديا يعني زحمه هل قد صرفنا اموال وهل قد سوينا ثالث يعني ترى على هاي اموال ناس احنا قاعد نصرفها من اجل يفترض ستكون لصالح الناس لحظات اخيره نقول لا وغيرها امام الناس زحمه الحكومه زحمه شيخي يا عمي عادي اخليكم تسوون انتخابات بس المشكله يمكم انتم اكو ناس ما تريد ما ناويه ما داخله بجديه بهذا الموضوع شوفه بالاطار الكل عازم على الانتخابات الكل عازم بجد على الانتخابات بعدين مشينا لو كان اكو راي ان نأجل ماكو مانع لو كان الاخوه الاعزاء الصدريين طارحين فكر خلينا نأجل لسويه مشتركه جيد نتناقش مصلحه المفسده ممكن اما مقطوع الطرق نوصل يعني رسائل ايجابيه من أخ رئيس وزراء يوصل بعض النقاط ما نسمع شيء فبتاحنا يجب أن ندي واجبنا وفق البرنامج الحكومي وفق الدستور لهم بالنتيجة اتخذوا قرارهم بعد واضح يعني التيار الصدري بقرستها يعني بعدين هم لا قبل أن يتخذ القرار ويعلن قبل أن يتخذ تمام إيه تمام من أول قطعا فبالتالي قد بعض المنطقة لا سمح الله يصير به شيء ما يصير لكن
في زمن داعش فلوجة رايحة وموصل نوصة رايحة وغيره، صارت انتخابات ما تغير، انتخابات محافظات ايش قد ما يكون موجودة، وحتى البرلمانية العدد الموجود يمشيها ما يأثر. إذن صح يسجل نقطة عليك ترى أنتوا هذا حجمكم، بس الانتخابات مشت بعد تمشي، يعني ما توقف قاعدة بالدستور ولا تقول إذا جت 15% لو 10% لا تعتبر، ما عندنا شيء. إزاحة السيد الحلبوسي ما راح تأثر بالعملية الانتخابية الجاية، عدم اختيار البديل، أسأل أقول تقاعس قادة الإطار التنسيقي على أنه الاستعجال بموضوع اختيار البديل، يعني لحد الآن ما مثبتين على مجموعة حتى أنا أطرح له، هذا ما راح يشكل شيء بالانتخابات الجاية، ما راح يأثر بالشارع السني بالشارع الشيعي، ما تسوي ربكة دوليا تقول لك يا بترت لا ماكو رئيس مجلس، يعني حسب معلوماتي أن هاي اللي صار بالنسبة للأخ الحلبوسي سينشط المجتمع السني لإبراز كل طرف قوته، وبالتالي حجمه، لأنه كان هناك هكذا يقول هناك هيمنة مفروضة بالوجاهة بالمواقع الحكومية بغيرها على وضعنا. الآن الحمد لله صارت نوع من الحرية، نوع من الانفتاح، فكل طرف يطلع بضاعته وخصوصيته وخليه ينتخمه. يعني لا أتصور أنها تؤثر سلبا، باعتبار موقع ليس أمني لو موقع تنفيذي، هو موقع لإدارة برلمان، والبرلمان أمس عنده عطلة شهرين، فما تحس أكو شيء يعني ضائع في الـ في الـ في, الـ في الهيكل، ماكو شيء ضايع. من كلامك افتهم انه عادي ماشي حتى لو ورا الانتخابات ماكو مشكله، يعني الطرح داخل الاطار انه هل نستعجل ام يعني نتركها الى ان ما بعد الانتخابات. الاطار تقريبا اجمع، ما اقول اجمع، معظمه كان مع التعجيل حتى ننطي رساله انه احنا ما جاي نبعد مكون، مشكله شخص وليست مشكله مكون. وحيا الله كل من عنده اسم خليه يتفضل يقدم. بالنتيجة القرار في اختيار البديل هل سيكون من الأكثرية نصف زائد واحد؟ أحسنت، هي ثلاث نظريات طرحت في هذا الموضوع، طولنا بها ساعتين. كيف ننتخب رئيس البرلمان؟ أحد الأخوة قال أكثرية المكون، باعتبار أنه إحنا مبنانا في أول تشكيل الحكومة قبل 20 سنة تختار الأكثرية يمشي أكثرية المكون. الآخر قال إحنا دخلنا تنافسات وصراعات، فعندنا حلفاء وقفوا معنا وضحوا بوجودهم وسمعتهم، فنترك الحديث في وقت اللي هو يحتاج. النظرية الثالثة تقول إحنا عندنا بلد وعندنا مؤسسة اسمها برلمان، فيجب أن يؤدي دوره بالطريق الصحيح، فنختار من يناسب هذا المكان بغض النظر عن الأكثرية أو التحالف. هاي النظرية الثالثة، ويبدو الآن الميل إلى النظرية الثالثة، خلينا مجموعة مواصفات واللي يقدمون اللي هي الأكثرية الثالثة. لا النقطة الثالثة تقول هذا مجلس مهم، يجب أن يأتي إليه شخص يستطيع أن يديره وأن يمشي القوانين وأن يكون نقطة معبر عن الشعب ومعبر عن مكون، يعني مجموعة مواصفات معايير. أحسن، فمن تنطبق عليه المعايير أكثر يقدم، وبالتالي مجلس النواب هو اللي يختار هذا أو ذاك. ثم قدموا، نعم، بس ما صارت الجلسة اللي نطبق المعايير على الأشخاص، جلسة الإطار نعم. مو جلسة المجلس النواب، الإطار حتى باعتبار يعني أكثرية موجودة في البرلمان حتى نقنع نوابنا أن يصوتون لهذا أو ذاك. هل سننتهي إلى واحد؟ يعني نقول إن شاء الله، بس أعتقد صعبة. صعبة ليش؟ لأنه هاي معايير مو مسطرة، ما الواحد طوله هالقد وزنه هالقد، هاي معايير أخلاقية وإدارية رقيسة، يعني قد هذا وزنه بال مثلا في إدارة البرلمان، هذا جيد وزنة بالقوانين، يعني أحد يقول هذا جيد وأحد يقول نصف جيد، لو كانت قابلة للحساب مثل الطول والوزن كان سويناها. عدا الأسماء اللي قدمت من تحالف القيادة مفتوحة، حتى الشيعة يرشحون، وهذا اللي نثبت أنه نظامنا مو طائفي، مبني على محاصصة طائفي، باكر رئيس وزراء بس فكرة مو واقعية، هاي من الناس ويمنه، هاي من الناس هي من النواب، دستور يقول الكتلة الأكثر عددا، باشر صارت أكثر عددا بهاللون، الأكثر عددا بهاللون، باشر تحالفوا كلهم مثل ما صار هذا الثلاثي ورتبوا بيناتهم أمور صاروا أكثر عددا وقدروا يبدلون كل قواعد اللعبة، يقدرون، هذا راجع على يعني مو الدستور ما يحدد، مفتوحة
باشر رئيس جمهورية شكلك، باشر كلهم نفس اللون، هذا من الناس إذا يقبلون، يعني البرلمان إذا يصوت لهم. أكو جدية بالإطار التنسيقي خلال اليومين القادمين بأنه أصر أكو جلسة لاختيار شخص ضمن هذه المعايير، وإذا اختاروا شخص هل سيتقدم لوحده داخل مجلس النواب؟ إذا قالوا سين من الناس المرشحة لو هم تدخل هم ستة سبعة وهم هو وعضلات داخل المجلس. مثل اختيار رئيس الجمهورية شلون صار؟ كنا احنا نريد شيء وذاك يريد شيء وبالتالي اكثر من واحد قدم، هاي هم ستكون هالشكل. يعني بنتج المعايير هم انهم تنضرب بعض الحائط. يجوز، بس اعتقد يعني المعايير احنا حنتحدث بها ونشجع عليها، واذا اجمعنا عليها بالاطار يفترض تمشي لانه الاطار اكثريه واضحه. انت ايش تعتقد شلون راح تسكيف اكثر من اسم كيف فيه. كيف ستسير عليه اختيار رئيس مجلس النواب؟ اعتقد ان الاطار سيطرح اكثر من، يعني هم يطرحون الاخوان يطرحون، وانما سيكون في ضمن هذه الدائره هو يسندهم، لانه نوابنا مو مثل النواب السابقين قرار حزبي، صار كل واحد عنده وجهه نظر. شفناها في الانتخابات الفلانيه، فاحنا حنقنعهم باللي نعتقد انه اكثر مصلحه في اداره هذه المؤسسه. بهالطريقه هاي. هذا بعد هذه الديمقراطيه ايش تسوي؟ يعني حتى بامريكا موجوده الجمهوريين بيناتهم هم اختلفوا على رئيس البرلمان وقوا فتره طويله وبالتالي عرضوهن ماشي يعني. اي بس احنا نسمع مثلا انه باطراف الاطار قاده الاطار كل شخصيه او كل جهه خلى في راسها شخص واحد. هنا انا اذا دخلي معايير شلون اقدر اطبقها وكل قائد ومزاجه وقناعاته. اذا انتهينا من المباني اكو مبنى يقول الاكثريه، فاذا انتهينا بعد ما اكو موضوع اكثريه حنتقرب اكثر. تحالف ما اكو تحالف بس المعايير. في المعايير ليش اقول ما حننتهي على واحد؟ لان ما اكو هذا واحد تكتمل به. على اثنين او ثلاثه نعرضهن. زين معروف هسه بالبدايه فور استقالته او اقالته او خلص بعد طلع الحلبوسي شاتك النية شاتك النية شاتك النية خلق لا قرار قضائي بالنتيجة اعفاء عمل كذا وانتهى الموضوع سحب الصلاحيات التفاصيل. هنا نقطة تكون مهمة جدا مهم ان نقف عليها وهي ان هذه الدولة كانت مبنية على التوافقات السياسية وعلى التسويات السياسية، وكأنه احنا في فترة معارضة نقعد نرتب شيء الان صار شيء فوقانا هو القضاء، لا أنا أدري به، لا أنا أتمنى، لا في كثير من القضايا القضاء قرر، بمعنى أن تحولت هذه إلى دولة يحكمها القانون وليس يحكمها التسويات السياسية، وهي نقطة تاريخية سجلها. والشيء الجميل أنا قلت للحلبوسي والإخوان أنه أنت تعاملت وياها تعامل أريحي، روح رياضية إن شاء الله تستمر، هاي مو فقط الفترة تستمر. ويسجل لك انه هذا رجل يحترم الدوله ويلتزم بقضائها، وبالتالي العراق اذا صار على سكه ما بها والله نوبه الحزب يدفعه من هالجهه وذاك الحزب، وانما اكو قضاء حيحدد مسارات وفق الدستور وفق القانون. هاي في شيء يعني تسجل نقطه ايجابيه. اي بس طبعا الناس همينا يعني هم 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 هي صارت حتى علينا وعلى ذاك وعلى الناس هم تخلي في بالها انه الاطار التنسيقي الشيعي ما قام يصرف للحلبوسي في ادائه، فلهذا رفعت نصف الاطار مع الحلبوسي. شلون خلينا نحكي نصف الاطار كان مع الحلبوسي، خلينا نصف الاطار كان يعني مع الحلبوسي ليس ضد الحلبوسي على كل تقدير. زين فورا يعني خلص طلع الخبر والقرار القضائي، صار اكو تحرك شيعي خلال 24 ساعة بدأت الآراء تتوجه إلى اختيار رئيس مجلس النواب أو تقديم مجموعة من الأسماء بعيدة عن حزب تقدم من قبل خصوم الحلبوسي. فاتت عليها يومين السالفة ثلاثة أيام صار أكو تغيير بقاعدة الآلية بعد اجتماعين أمام إحدى الشخصيات حضر بعض قالة الإطار وحضر السيد الحلبوسي أيضا، صار أكو تفاهم بأن البديل يجب أن يكون من الكتلة الأكثر عددا وتحديدا من حزب تقدم على اعتبار هو صاحب الأكثرية السنية حاليا. أسا مو قول نصف زائد اعتبار الواقع يعني أي اعتبار الواقع حاليا. وراها مباشرة صار أكو تحالف جديد، يعني اخوكو تحالفه بس مو حقيقي، كان تحالف جديد بين السيد خميس الخنجر والحلبوسي حتى يقعدون يتفاهمون يطلعون الاكثريه وخلاص احنا عندنا مرشحين. ما حدا مما بدا بين انا انزل بغير اشياء واخلي معايير واخلي كذا. انا السؤال يعني صحيح. ليش تدوخون الناس وياكم بهاي السالفه؟ يعني اللي اجتمعوا مع هاي الشخصيه المهمه كان نصف الاطار
أو أقل من نصفه من حيث العدد عدد. أما نصفه من حيث المجموع. وجو اجتمعوا يمنا هنا نكملوا باعتبار كان اجتماع إطار، وكان قبل ما الاجتماع الأخوة من من عزم وطرحوا رأيهم الاستعجال في اختيار رئيس المجلس، احنا استجابينا في الاختيار بس نقدمنا النصيحة من أجل حفظ وحدتكم أنتم قعدوا جميعا واختاروا بس 3-2-1 أو عاد يمكن حتى نقول أنتم اختاريتوا قعدوا قالوا لا قالوا ما يجي حلبوسي وحلبوسي اللي يطولها قلنا لا أكو تغير في الموضوع قعدنا احنا بيناتنا طرحت هاي النظرية ليش أقول لك ساعتين طولنا فطرح المكون وتاريخنا هالشكل والعرف هالشكل وما يصير نتجاوز العرف وإذا تجاوزنا العرف يأثر آخر جواب قال له لا هذا حليف وهذا قدم وهذا ضحى شال حليف شو كده ياخذ جزاء إذا في مواقع ما ياخذ ما وصلنا نتيجة واحد آخر طرح نظرية الثالثة اللي قلت عن معايير احنا هسه هذول اثنيناتهم نشكرهم بس المهم هذا البلد يريد له واحد يحسن الأداء والنظام البرلماني برلماني بعد البرلمان والقاعدة والمصنع سؤال هل لدى القوة الشيعية النية اختيار رئيس مجلس نواب من تقدم يكون البديل من تقدم أم لا سمعت الشيخ إذا تنطبق عليه المعايير نعم جواب دبلوماسي يلا وبيس أنا خارف نفسي يعني أنا قاعد أقول لك إحنا عندنا معايير تقول إذا تنطبق عليه المعايير زين خليه وياها شوي ولكن ولكن عندهم مطالب احنا ما يخضع ما يكون ما يخضع علما يعني ما يمشي على المسار السابق اللي بيعرض الملاحظات صحيحه خطاك ملاحظات عليه ولا ايش صار الاشكال عليه فاذا هو شخصيه مستقله ويحترم هذه حياه الله كلمه اخيره لك كلمه اخيره انا يعني املي كبير بهذول الناس الطيبين اللي زرناهم وشفناهم وجميع يعني عينه ممثله من محافظة الناصرية بشيوخها اللي اجتمعنا بيهم وكانوا بحده بس يحترمون حريصين بما شفناه في الديوانية من بؤس مع الأسف ومؤلم وواحد يبكي على الوضع اللي موجود في الديوانية وأنا اقترحت أن نصير أكبر معاملنا الدوائية في الديوانية حتى نعالج فقر فيها هم كانوا ناس حريصين طيبين يريدون يعني يخدمون شيوخ عشائرهم وأما اللي شفناه في الحلة فشعب تواق يعني وإن كان بشيء يؤلم أن أكبر مقبرة جماعية لا أثر لها ولا شيء مقبرة المحاوين واحد ناكل يلطم على رأسه هاي علامة المظلومية والظلامة تالي لا بها لا كلمة ولا سياج ولا شيء لسبب بسيط أن هاي الأرض إن من تعود فبحث صار 20 سنة إن من تعود هاي الأرض أو في ما شفناه في المثنى من معامل جميلة جدا كثيرة 100 وشوية معمل لكن لما تروح للأقضية تجد لا شارع موجود ولا رسالة جيدة ولا فلان لكن الناس غير ذولاك الناس كل الأخوة الأعزاء جميعا الناس غير ذولاك الناس ناس فاهمين على نظرية أن تأتي متأخرا عارفين خيرا من أن الناس تبدلوا يجب علينا أن نكون في خدمتهم وأن نكون معهم وأدعو الجميع أن نكون من مسؤولين إلى متصدين سياسيين اقضوا أيامكم مع الناس إن شاء الله شكرا جزيلا سمعت الشيخ لوجودك معي في حلقة أنا أشكرك على هذه الليلة وإن شاء الله تصير عندنا لقاءات أخرى أيضا يعني لا تختفي هالاختفاء هذا إحنا في خدمة الناس شكرا جزيلا شكرا مشاهدي الكرام ألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القابل يوم الأحد وبنفس التوقيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.